مين مشى؟ يي عم يدق الباب. علي إلنا زمان ما حدا زارنا. هلو يي علو اجت لك. ليش حاطه ماسك؟ ليش حاطه ماسك؟ عندكم كورونا؟ ما عندنا بلا والله. يي تعولي اجت لك. لا جوية يي جهزتي الصالون تبعك؟ مين بدي اسوي لك شعراتك؟ علا. علا ناوية تعمليهم ستريت؟ اوه انا شفنا تلي شلون تطلع وهي عم تساوي شعراتها ستريت. وانت علي شو بدك تلبس؟ هلا معقولة نطلع من المرضى ونروح دغري على الحفلة؟ شو هذا يا روح الكون لدوارة؟ بصراحة انا لسه راسي عم يوجعني ومو جاي عبالي روح. روحي لحالك انت ونتري وجوليا وعلا. هي ليك اجت علا. اما انا حاس حالي بدي ارتاح وروح احط راسي ونام جنب بابا، ما بدي روح. قال علي بده stay here ما بده يروح. شو بلشت التجهيزات؟ حذري شو؟ جايبة اضافير بدنا نركبهم على الحفلة. ايوه جايبة اضافير. وين كمان؟ فرجي وين كلياتكم كنتوا تحطوا اضافير للحفلة؟ رح تعرفوا ليش وانا فيهم؟ فرجيني الوانك. واو شو حلوين. حطيت اضافير مرة. كأنه تبعتي احلى شيء. تبعتي احلى. لا حبيبتي انا تبعي احلى. انت تبعتي احلى. لا حبيبتي تبعتي احلى شيء. طيب رح اعملكم تحدي. مين بيروح على السهره وبيرجع ولسه اضافيره مثل ما هن بدون ما يتقرفوا ولا ينقم ولا يطفر بيكون هو الرابح. وافقت. والرابح رح يربح معنا يوم كامل مشوار هو بيختاره وين بده. اوكي شو رايكم؟ لنشوف. يلا مين بده يجهز حاله؟ كلياتنا. طيب وانا كمان جاي عبالي روح معكم. هلا اشتهيت الروحه. بس شو رايك يا ماما يا حبيبتي انا فوت معهم بالتحدي وتحطوا لي اضافير؟ بحياتي ما حطيت اضافير على ايدي. الله يخليكي. لك شو عامله بحالك؟ لك جوجو هالفيس. قولي شو هالفيس الماسك هذا؟ علي مفاجاه، غمض عيونك. قولي شو هذا يا امي الحقيني؟ مدري مين هي اللي عندنا بالبيت؟ شبح. قولي لك هي مو شبح، هي جوليا. لك علي هذا كله ياتي مشان تروحي على البارتي. ليش بده يصير بوشك بعدين مويسترايزينغ ترطيب؟ حلو فرجيني. واو هيك ماما. مين هذا اللي عندنا بالبيت؟ هلا معقولة هي جوليا وانت عم تكذبي علي؟ قولي خليني متخبي بالمطبخ. يا ويلي من وين؟ قولي امي انا خايفة كثير من هي البنت اللي عندنا بالبيت. I know I told you don't look like a gorilla. لكن نتالي كيف عم بيصير عم بلا شعراتها؟ رح يطلعوا هلا حلوين كثير مع الفستان. قديش وقت بدهم؟ 2 hours. اوه واو شعر نتالي طلع طويل. هو ببين قصير دائما. اوكي لوين؟ شوفي قديش طلع شعره طويل. واو وانت علي؟ انت بدك تلبس؟ قولي اذا بدي اروح مع هذا الشبح يلي عم ياكل شيبس بطلت هالروحه كلها. ما في اللي بيحط ماسك ما بيحسن ياكل. هو عم يحاطط ماسك. جوليا ايمي والله خوفتيني بقى. ايمي لبستوا يا بنات؟ نتالي خلصت. نتالي خلصت؟ yeah. وهلا دور مين؟ يلا شوشو next كمان. شو حلوين شعرات نتالي، تبينوا كتير طوال ما شاء الله. نتالي بينين شعراتك كتير طوال. حبيبتي ما احلاكي. جوليا بدي نشوف شعرات. دور شعرات جوليا. امتى دوري انا؟ معك بعدها. فاتحين صالون حلاقة.
واو ما احلى الشعرات. اوه شو رايك هلا اذا حطيت لك فستان السهره؟ 1 2 3 يلا. واو ما احلاكي. هلا لازم اسوي الميك اب والنيلز. اوكي يلا مين بده يعمل لك الميك اب والنيلز؟ انا احسن نيلز لحالي. اوكي انت قدراني على التحدي انك تحطي اظافير مشان هيك جبتين ابيض واسود مشان فستانك. قدراني تحطي نيلز ابيض واسود وتخليهم لتخلصي الحفله يعني تاكلي وترقصي وانت لساتك حاطه الاظافير. اوكي منشوف. ماما بتعرفي ان نتالي وجوليا وعلا لهم 4 ساعات لهلا وما خلصوا لبس؟ تعي شوفيني انا هلا بمشط شعراتي، هي هي الشغله، وبلبس اواعي وخلصت القصه. شوفي هلا بس مشطت شعراتي صرت مثل العريس. شوفي بالله عريس ولا لا؟ بركي هلا بلاقي لي شي عروس بهالحفله. يا سلام حاجه تحلم ماما. يلا اتركي نتالي تتمكيج وتلبس. واو مين هالقطه هي الحلوه؟ مين هالقطوطه هي؟ اوه ما احلاكي. واو ما احلى هالفستان. فرجيني الحلقات. اوه مع السنسال. واو شو حلو فستانك، كتير كتير حلو. اوه مامي حاجة ماما لسه عم بترزلي لي بناتك نتالي وجوليا وكأنه أنا مالي موجود. شوفي أنا عم بعمل لك موديلات بشعري والله هلا لحتى تشوفي البنات حوالي 10 10 وقولي إيه أنا علي مالي حلو. هلا شوفي شو نتولة بدك تحطي نقطة نقطة على الأظافير. نقطة بدك ما تكتري مشان ما بس نتالي. هلا خلصت نتالي أول إيد. واو نتالي هلا أنا بساعدها بالإيد الثانية وأنا ما كتير خبيرة. كيف ملاقيتيهم؟ أوه حاسة الشكل غريب. ماما ما حواليك شي لحسة جلنا شعراتي. شوفي لسه الشكل شوي عم يواو على وشي. تعي اتركي لي لسه بناتك عم تهتمي لي فيهم. تعي اهتمي فيني انا شاب يعني لسه اظافير بنتك واظافير نتالي. ما بدي تحطي لي اظافير انا صبي انا رجال انا عريس. ما بدي اتطلع هيك وحط اظافير لسه. بس تعي تهتمي فيني. شو بكل شي نتالي مش الحال. حاولت اني ساعدها طلع عزتي كتير. حطيت كتير جلو؟ ايه حطيت كتير كتير. يلا شو بكي؟ بتزعل الأظفر التاني؟ صحيح علقنا بالأظافير. هلا هيك صاروا الأظافير جاهزين. كم واحد هدول؟ 10. بدك ترجعي هيك من الحفلة بعشر أظافير. يلا تقبشيني ضبي باقي الأظافير اللي بقيت. ما فيني. ليش ما فيكي؟ عندك أظافير طوال؟ يا حبيبي هلا بلشنا. نتالي عندها أظافير طوال ساعديني. كمان بركي جوليا تتراجع عن هالشغلة أحسن ما هلا أرجع أعمل لك كمان لجوليا. فرجيني. ولي والله أظافير نتالي طوال. علوشة شو رأيك؟ أنا واحد بدك تختار؟ هات مع هات؟ نو هات ولا بدك هات؟ واو هات شي حلو. أنا بدك هات مع هات؟ علوشة بدك هدول ولا هدول؟ علوشة هدول تياب الحفلة ما بصير تلبس هدول. طيب أمي بطلت روح على الحفلة. قلت لك ما عاد بدي روح بدي حط راسي ونام. لسه عم تهتمي بنتالي وجوليا وعلا وكأنه أنا مالي موجود. أنا مو ابنك يعني؟ خلاص أنا حاطة راسي ونايم مالي رايح معكم. طيب شو بدك أعمل لك لحتى تروح معنا؟ بدي جوليا هي اللي تلبسني وهي اللي تدللني. شكرا جوليا بس انت ايامك كتير غليظة هيك عم تزدي علي القمصان. هيك انا فرجيكي بالحفلة بدي خلي كل البنات يتفرجوا علي ويقولوا لك نيالك عندك هيك اخ. انت ونتالي حاجة لسه تتفرجوا على حالكم بالمراية انت وياها. هلا العالم كلها بدها تقولكم نيالكم عندكم هيك اخ شب. فرجيني اظافيرك لساتهم مكانه؟ لساتهم. جوليا شو صار معك؟ فرجيني اظافيرك. انسحبتي؟ لا ما حط. مبلا جوليا بعد ما شافت اختها نتالي كيف حطتهم وكانوا صعبين عليها قامت بطلت تحط. شغله سكيري ما حبيتيها. مع انك جايبه اظافير تركبيهم اليوم؟ احسبيهم تمورو. تمورو؟ وانت علي؟
لبست وجاهز؟ يلا امشي. ما بدي، انا حاسس حالي غيران، غيران من بناتك، حاببتين اكثر مني. وهلا لنشوف باربي. يا عيني شو هالحلاوه يا قطه. واو، فرجيني اظافيرك. بس بدنا نشوف مين يلي رح يخسر. بدك تنتبهي عليهم، يلي بيخسر واحد معناها هو الخسران. خسران قديه؟ واو حلوين، خسران كتير مو شوي، رح يخسر مشوار يوم كامل. واو علوشة بدك تفوت معهم بالتحدي؟ نعم. نو نو نعم. أنا باربي خسر، أنا باربي في أنا وثلاث. حسب كل واحد، مثلا إذا أنت خسرت اثنين ونتل وعلا خسرت ثلاثة، أنت ربحانة. أوكي. أوكي؟ حسب قديش بتخسري، فإذا خسرتي واحد روحي دغري خسرية واحد، إيميلا يا من إيدا. لا. ولما وصلنا على الحفلة عينكم ما تشوفوا علا ونتلي بهدلونا بهدلي وشرشحونا شرشحة هنن وأظافيرن، وكل شوي صاروا يقيموا اللحمة بإيديهم ويجلعصوا فيها وتقرف على أظافيرن. الله لا يفرجيكم هالبهدلة، صرت أقول هدول ما بعرفهم، لا أخواتي ولا بعرفهم، وخاصة قدام البنات. بتعرفوا أنا إلي شهرة قدام البنات، بس إلهم هي أختي جوليا هي أختي، أما نتلي وعلا ما بعرفهم أبدا. لحقة علوشة، مو عيب هيك الواحد يتبرى من أهله. هي نتلي وعلا، بس ما تكون قلت لهم إنه كمان هي مو أمي. لا ماما، قلت لهم إنك أنت أمي. جايز قبل ما تفوتوا تناموا فرجوني كل واحدة إيديها لنشوف التحدي. شلون كانت أول شيء السهرة؟ حلوة البارتي؟ حلوة. فرجيني أضفي عولا. كم أطفر رايح منك؟ واحد. عولا طوط. وأنتي نتلي شو عم تخبي؟ كمان واحد. لا تنتين. وينو؟ I put it back on. وينو؟ رجعته. أنا واحد؟ هذا. يعني هلا اثنين اللي وقعوا مني. لا لا مو ثنتين، واحد. لا. واحد ورجعي، تقولي خسرتي واحد. ايه بس خسرت واحد. والثاني رجعتي. معناها انتم ثنتين متعادلين. ايه اكزاكتلي. بكره بنعمل تحدي جديد. تحدي ميك اب. لا. تحدي مين بيعمل ميك اب احلى. بنعمل تحدي والجايز هنا بيحكموا مين الفائز. فرجيني نتالي. طيب واحد. نتالي خلاص انت نتالي انت الخسرانه. خسرانه. والفائزه هي علا. انا فايزه عليكي. هلا انا بدي امرها. انت اللي عم تحسي ايميون. الفائزه هي علا. انت هلا بدك تختاري شو بدك وين بدك تروحي وشو بدنا نعمل كلياته، لانه علا هي الفائزه. المشوار الثاني والفيديو على ذوق علا.